اهلا بيكم من جديد. وصلنا لفقره نبض 100 عقبه، وخلونا كالعاده نبداها بلايف من داخل نادي الزمالك عشان نعرف الجديد داخل النادي. هنروح دلوقتي لزميلنا مراد ابو جلال عشان نعرف منه الجديد داخل مدرسه الفن والهندسه. يا مراد اهلا بيك ونهارك ابيض. صباح الخير عليكي زميلتي العزيزه المتالقه دائما وابدا انجي يحيى. برحب بيكي، برحب بجميع مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان من هنا من داخل نادي الزمالك، ويتجدد لقاءنا صباحي ونبض 100 عقبه، واللي بالتاكيد اليوم هيكون ضيفنا عضو من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك، ويدور الحديث حول طبعا اخر المستجدات داخل القلعه البيضاء. ولكن قبل ما اروح لضيفنا طبعا خليني انجي اقول لك يمكن كواليس تمرين نادي الزمالك اليوم، واللي بدا الساعه 9 صباحا يمكن كان حاضر لاعبنا طبعا السابق امام عاشور لمؤازره زملائه قبل اللقاء الهام طبعا في مباراه كاس مصر ثمن النهائي طبعا امام نادي فاركو يوم الجمعه القادم. يمكن كان روح جميله جدا في التمرين، اللاعبين كانوا بيتباروا ويتسابقوا للدخول في القائمه طبعا لمباراه فاركو القادمه. ايضا عايز اقول لك ان يمكن اقبال كبير من اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك على الاشتراكات طبعا للاشتراك طبعا وتسديد رسوم الاشتراكات بعد قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك طبعا بتخفيض الاشتراكات، وهذا القرار لقوب باعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك بترحاب وحفاوه كبيره جدا هنا داخل نادي الزمالك. خليني اروح لضيفي العزيز الغالي الاستاذ علاء. طبعا برحب بك يا استاذ علاء. اهلا وسهلا بحضرتك وبرحب على الاستاذ انجي، مع الاستاذ انجي طبعا في الاستوديو وعلى كل برنامج صباح الغذاء. يمكن عايز اقول لك يا استاذ علاء، يمكن طبعا عايز تكلمني عن الفرق بين نادي الزمالك قبل طبعا ما المستشار كان بعيد عن النادي فتره، وبعد ما رجع النادي يمكن شفنا الانشطه رجعت، شفنا حمامات السباحه رجعت للعمل من جديد، والحياه بدات مره اخرى تعود لنادي الزمالك. طبعا الفرق شاسع وواضح لكل الجميع، ان عدم وجود المستشار مرتضى منصور كان عامل فرق شاسع، وان ما كانش طبعا في التزام، و طبعا الراجل قال ان هو بيشتغل بضميره وبيشتغل باخلاص وبينزل بنفسه شخصيا بيراقب كل العمل وبيراقب كل اللي بيشتغل تمام. والراجل زي ما قلنا طبعا هو بينزل من الساعه 2 3 العصر لحد الساعه 10 11 بالليل، بيكون موجود في مكتبه بيقبل طلبات من الاعضاء الجمعيه العموميه وبيشوف طلباتهم ايه، وطبعا بينزل برضه في الارض بيراقب العمال حتى شغل النظافه، يعني على المستوى على مستوى العين ومشاهده العين الراجل بينزل نفسه يشوف الترابيزه عامله ازاي، بيشوف الكرسي عامل ازاي. انت قاعده جماعه عموميه جاي نادي الزمالك انت واسرتك تقضي يوم كويس، تشوف النادي بيقدم لك كل خدمه، بيقدم لك النظافه، بيقدم لك الالعاب الترفيهيه طبعا، بيقدم لك حمامات السباحه، فانت لازم تبقى جاي مبسوط، جاي مبسوط هتلاقي جو نظيف. وطبعا اذا اتكلمنا عن الفرق، الفرق موجود والفرق شاسع. طبعا من ساعه ما جه طبعا حمام السباحه زي ما حضرتك شايف شغاله، نادي طبعا نظافه على مستوى عالي حقيقي. يمكن احنا بنتكلم كده زميل العزيز حسن جاب لنا حمام السباحه بعد طبعا مستشار مرتضى منصور معاد، والحياه رجعت مره اخرى لنادي الزمالك. طبعا طبعا الموضوع كان صعب جدا، يعني ما اعرفش كان هو الراجل اصلا عنده ضمير، الراجل بيشتغل، الراجل من النوع اللي هو اللي ما يخلص في عمله، لازم كل حاجه تبقى منضبطه. انا كرئيس نادي الزمالك انت راجل كعضو جمعيه عموميه، انتخبتني وانتخبت مجلس الاداره، لازم تبقى واخد كل حاجه على اكمل وجه. فانت هتيجي تلاقي حمامات السباحه اشتغلت، بتلاقي البلاي ستيشن طبعا اشتغل، بتلاقي البلياردو شغال، وبتلاقي كل حاجه منضبطه داخل النادي. هروح معاك بقى يا استاذ علاء لطبعا قرار انشاء فرع نادي الزمالك في 6 أكتوبر ده، انتوا كاعضاء جمعيه عموميه وموجودين هنا داخل نادي الزمالك، شفتوا القرار ده ازاي؟ طبعا القرار ده الراجل ده يعني شغال على ما شاء الله، المستشار مرتضى منصور طبعا شغال على الموضوع ده بقاله فتره، هو نفسه يجدد في النادي، نفسه يبقى للنادي فرع واثنين وثلاثه وعشره وعشرين كمان تمام، لانه راجل بيحب النادي. فهو ما شاء الله بدا يشتغل في فرع 6 اكتوبر بوجود الاستاذ احمد مرتضى تمام. فانا شايف ان هو قرار صائب، وانا شايف ان احنا كاعضاء جمعيه عموميه او ناس محبين لنادي الزمالك لازم نبقى في ظهر المستشار في حاجه زي كده، لازم نسعى ان احنا نشترك في الفرع ده عشان
نوصل لبقى عندنا فرق وعندنا اتنين وعندنا تلاتة، احنا مش اقل من اي حد في مصر وبره مصر. احنا اسمنا نادي الزمالك، وقرار جريء من راجل جريء، واعتقد ان كلنا وراك يا سيادة المستشار في حاجة زي كده، وراك ان احنا نوصل لابعد حد، ووراك ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا 10 فول، لان انت راجل بتأدي باخلاص وبعمل وبجهد، وبالتالي ربنا هيجازيك خير، واحنا طبعا بنشكرك اكيد. سعداء نورتني وشرفتني وبشكرك جدا. ربنا يخلي حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا. يمكن زميلتي الاعزاء انجي ده لقانا مع احد اعضاء الجمعيه العموميه بنادي الزمالك. الان هطير اليكي من نادي الزمالك الى استوديو. نهارك ابيض، نهارك ابيض بخط حمر ان شاء الله.